dari tulisan. Kita masih saya ni esok dua kecil. Saya dah hendak tu tulisan, bukan tulis tulisan terbit. كنا بنقول هنشتغل
معادلتين في مجهولين او ثلاث معادلات في ثلاث معايير على حسب الاوردر، او نشتغل بميثود كانت حلوه قوي اسمها الاوبريتور. الاوبريتور ميثود، وفي الاوبريتور ميثود دي كنا بنصنف الاف اوف اكس في خمس حالات، يا اما انها تبقى اكسبوننشال، يا اما انها تبقى ساين او كوساين، يا اما انها او شاين او كوشاين، يا اما انها تبقى بولينوميال، يا اما انها تبقى اي حاجه من دول مضروبه في اكسبوننشال فانكشن، اي حاجه من دول مضروبه في اكسبوننشال فانكشن او اكسبوننشال لما بعوض فيها بيديني زيرو تحت. المهم كنت بشتغل وبجيب واي سي اف وواي بي اي لان كانت المعادلات اللي عندي نان هوموجينيوس. امال ايه ده؟ ايه السيريس سوليوشن فور الكاردينال ديفرنشال ايكويشن؟ انا هيبقى عندي ديفرنشال ايكويشن وعايز اجيب الحل بتاعها مش في صوره فانكشن سي 1 واي 1 زائد سي 2 واي 2، لا ده الحل بتاعها في صوره باور سيريس. واي بيساوي سيجما من ان بي يا نهار ابيض من ان بيساوي صفر لغايه ما لا نهايه اي ان اكس باور ان، او سيجما من ان بيساوي زيرو لما لا نهايه اي ان اكس ماينس اكس نوت باور ان، دي اللي احنا بنسميها باور سيريز. وعارفين طبعا يعني انا عايز الحل يبقى في صوره سيريز، وعارفين طبعا عارفين ان اي سيريز لها راديوس اوف كونفرجنس. اي باور سيريز فاكرين اعدادي دكتور حسين؟ ولا ايوه دكتور فايز؟ دكتور حسين والدكتوره فايز الاثنين كانوا بيدوا الحته دي، قال لهم في الاخر ما ذاكرتوهاش. كان بيدينا باور سيريز ويقول لي هات الانترفال اوف كونفرجنس بتاعتنا. ولما كبرنا شويه ودخلنا في اولى سمعنا عن حاجه اسمها تيلور اكسبانشن وماكلور اكسبانشن، سمعتوا عن دول؟ لو ما سمعتش هسمعها بس. وعرفنا ان السر بنقدر نفكها ان سيريز اللي هي اكس واكس كيوب على فاكتوريال 3 بالناقص وزائد اكس باور 5 على فاكتوريال 5 وهكذا. وعرفنا ان اكسبوننشال فانكشن نقدر نعرفها ان باور سيريز. يبقى الحلول بتاعه الديفرنشال ايكويشنز اللي هنا انا هجيبهم في صوره امباور سيريز. دي بيسموها امباورز اوف اكس او اراوند الاكس، دي يسموها امباورز اوف اكس ماينس اكس نوت او اراوند اكس نوت. لان الانترفال اوف كونفرجنس بتبقى انترفال سنترد عند اكس نوت، هنا بتبقى سنترد عند اكس نوت. ده الجزء ده. هنتعلم ازاي نحل ordinary differential equation. نجيب الحل بتاعها عن سيريز. تقول لي ابدا ما ايه الفرق؟ ما احنا قبل كده كنا بنعرف نحل ordinary differential equation ونجيب الحلول بتوعهم. تقول لك ببساطه قوي الانواع اللي انت هتحلها هنا ما كنتش بتعرف تحلها هنا. يعني اللي انت كنت بتاخده هناك كان with constant coefficient، هنا with variable coefficient. كنت الحاله الوحيده اللي كنت بتعرف تحلها وتفرق الكوفيشن كانت بتبقى اويلر بوش. سمعت عن اويلر بوش اللي هي بتبقى الواي داش مضروبه في اكس، والواي دبل داش مضروبه في اكس سكوير، والواي ترابل داش مضروبه في اكس كيوب اللي كنا بنحول فيها من تي تي بار. كنا بنستخدم سبستيوشن علينا نسيب. المهم ان ده درس بنحل فيه ordinary differential equations بس بنجيب الحلول في صورة سيريز. بنجيب الحلول في الصورة دي. بعد كده هنستخدم ده عشان نحل certain differential equation. differential equation مميزة أوي اسمها Bessel differential equation. بشكل خاص نحلها بالتكنيك بتاع السيريز سوليوشن ونجيب الحل ان سيريز ونجيب الحلول بتاعتها هنسميهم بيزل فانكشنز. ونعيد الكلام ده كمان مره تاني على ديفرنشال ايكويشن تانيه اسمها ليجندر ديفرنشال ايكويشن علشان نجيب الحلول بتوعها، بس الحلول بتوعها هيطلعوا بولينوميالز.
بنسميهم ليجندر بولينومي. يبقى الثلاث دروس دول مرتبطين ببعض، الكي بتاعهم هو ده. انا لو فهمت ده هقدر افهم دول. اوكي، بعد كده او يمكن قبل كده ناخد حاجه اسمها كومبلكس فاريانس. ايه الكومبلكس فاريانس دي؟ انا بس بدي لك فكره الحاجات اللي هندرسها مع بعض. ايه الكومبلكس فاريانس؟ احنا طبعا بنعرف نتعامل مع الكومبلكس نمبرز، والا ما نكونش نعرف نحل مسائل السيركتس اللي احنا كنا ايه بناخدها قبل كده. ونعرف مثلا ان زد بيساوي ار زائد جي اوميجا ال، ده لو ايه اندكتف لود، زد بيساوي ده ار ناقص واحد على او زائد واحد على جي اوميجا سي، مش كده؟ لو كباستيف اوكي. قلنا بنتعامل مع كومبلكس نمبرز. هو ايه كومبلكس فاريبلز بقى؟ فاكرين لما ابتدينا في اعدادي نتعرف على فانكشنز؟ كنا بنعرف فانكشن y بيساوي f of x، وكنا بنقول كل من ال x وال y دول must be real، وكنا بنقول الفانكشن دي هي فانكشن من r ل r. يعني ايه من r ل r؟ يعني فانكشن الدومين بتاعها must be real، وايضا الرينج must be real. ممكن الدومين والرينج يبقوا سبسيت من ار، لكن كلمه ار دي معناها ريل، ده مش معناها ان الدومين must be كل ار من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. لا، ممكن الدومين يبقى من زيرو لواحد بس، لكن ستيل الفانكشن هي فانكشن اوف ريال فاريبل. يسموا الفانكشن دي فانكشن اوف ريال فاريبلز. ليه؟ لان كل من الاندبندنت فاريبل والديبندنت اللي هو الفانكشن الريال، الاثنين ريال. لكن الشغل اللي احنا هنشتغله هنا ان هيبقى عندي فانكشن هنسميها w بيساوي f of z، والزد دي الشرط تبقى ريال، الزد دي تبقى كومبلكس، عشان كده هيسموها كومبلكس فاريبل. الزد دي عباره عن ايه؟ عباره عن x زائد i y. زد هي اكس زائد اي واي، يبقى الاندبندنت فاريبل هنا از ايه؟ از كومبلكس مش ريال، از كومبلكس فاريبل مش ريال فاريبل، وبالتالي لابد ان الدبليو ده هيبقى ايه؟ هيبقى هو كمان كومبلكس، هيبقى هو كمان كومبلكس، فهنسميه يو زائد اي في. يبقى اذا انا عندي هنا فانكشن كل من الاندبندنت فاريبل والديبندنت يكون ايه؟ يكون كومبلكس، كومبلكس فاريبل، عشان كده بنسميها فانكشنز اوف ذا كومبلكس فاريبل. الكومبلكس فاريبلز دي نسميها فانكشنز اوف ذا كومبلكس فاريبل. لما ابتدينا نتعرف على الفانكشن، ابتدينا ندرس شوية حاجات. ابتدينا نعرف هو ايه الدومين والرينج بتاع اي فانكشن وازاي نجيبه. بعد كده دخلنا قلنا ازاي نحسب ليميتس. وسنة أولى اتعلمنا نحسب ليميت اوف ايه؟ ليميت اوف اف اوف اكس وواي فانكشن في اتنين فاريبلز، وقلنا ده ليميت اللي ديبندنت اون ذا باس ولا باس اندبندنت، فاكرين؟ وقلنا وقلنا لو كان عندي الليميت قيمته واحده مهما كان الباس اللي نقطه اكس وواي بتقرب فيه من نقطه اكس ونقطه واي، لو كان قيمه الليميت واحده يبقى الليميت ده موجود. وبعد كده هنبتدي نشوف لو عندي فانكشن بالشكل ده امتى تكون كونتينيوس. وبعد كده ازاي نعمل ديفرنشيشن وازاي نجيب الديريفتيفز بتاعه اي فانكشن اوف كومبلكس فاريبلز.
واحدة عرفنا نجيب differentiation يبقى لازم نعمل ايه؟ integration. يبقى في عندنا complex integration. فازاي ارسم اربعه كوردينتس؟ ازاي ارسم اربعه
بنظر الى W بيساوي F of Z دي على اساس ان هو ترانسفورميشن. ترانسفورميشن بيحول لي ريجن بمواصفات معينه بشكل معين في الاكس واي بلين الى ريجن بمواصفات ثانيه وبشكل ثاني في الايه؟ في اليو في بلين اللي هو الدبليو بلين. وبننظر ل W بيساوي F of Z على اساس ان هو ترانسفورميشن. مابنج يعني. مابنج. بيحول نقطة لنقطة وبالتالي بيحول ريجن لريجن بكل المواصفات بتاعتها هنا وهنا لما هنجيبها. من ضمن الحاجات اللي احنا هناخدها هنا بس انا ما رضيتش اكتبها كومبلكس انتجريشن. هيبقى قبل الكومبلكس انتجريشن هيبقى حاجة اسمها كومبلكس مابنج. دي القصة اللي انت بتتكلم عليها. والمابنج ده هيبقى في الفانكشن شكلها ايه؟ لو لينير، لو نون لينير، لو اكسبوننشال، لو ساين، لو كوزاين، كل مابنج وليه الافكت بتاعه. سمعتوا عن حاجه اسمها فيز دايجرام؟ سمعتوا عن بود دايجرام؟ طيب كنتوا في السيركتس في الفيز دايجرام بيقول لك الستريت لاين اللي بيترسم في الزد بلين لو رسمته في الواي بلين يبقى ايه؟ يبقى دايره. سمعت عن حاجه زي دي قبل كده؟ هسمعك عنها دلوقتي. ويمكن في خلال السنه في المواد بتاعت السيركتس تدرس حاجات زي كده. طيب ايه تاني؟ حد عنده اسئله تاني؟ طبعا نظام الشغل ان كل مره هنشتغل جزء من النظري واقول لك ده التمرين رقم كذا في الكتاب تقدر تحل من رقم واحد لغايه رقم 20 وبعد كده المحاضره اللي بعدها تحل من 20 لغايه 50 مثلا اخر ايه؟ اخر الاكسرسايز وهكذا. فكل مره هتبقى معاك ماتيريال اتعلمتها ومسائل وطلب انك ايه؟ تحلها. اللي انا بقوله باكد عليه في كل سنه شغلانة التوتوريال ايه؟ شغلانة السكشن ايه؟ شغلانة السكشن ايه؟ حل مسائل بس المسائل اللي وقفت قصادك. لو انت قعدت في المحاضرة وما ذاكرتهاش ورحت للتوتوريال علشان يعد لك تاني ويلخص لك بقى البهريز بتاع المحاضرة. الخلاصة عشان انت مستخسر تذاكر. تخسر تضيع وقت في المفهوم او تصرف وقت في المحاضره ومستني لما هو يحل لك مستني لما هو يحل المسائل. مع نوعيه المسائل بتاعت السنه الثانيه لو انت اتبعت هذا النظام هتبقى بتحفظ المسائل هتبقى كل مساله وليها فكرتها ومش هتتعلم تفكر ازاي مع نوعيات المسائل اللي ايه؟ اللي عندنا مع نوعيات الدروس اللي احنا بنتعلمها. فشغلانه السكشن هي ان حضرتك تكون مفكر في المسائل ومحاول، ان شاء الله تكون محاول بس ما عرفتش لكن محاول تحل، حاولت تبتدي بس وقفت في النص، حاولت تبتدي بس اكتشفت ان البدايه ديت غلط. ده اللي انت هتتعلمه بعد التكرار. لكن لو استنيت يحل لك انا اتفق مع المعيدين على كده. لو استنيت ان هم يحلوا لك هتطلع حفيظ. مش عايز اقول لفظ تاني. هتطلع حفيظ واحنا مش عايزين ناس بتحفظ على قد ما احنا عايزين ناس بتعرف تشغل. اوكي؟ فدي شغلانه الايه؟ السكشن. كتاب. كتاب مهم. الكتاب مهم. مش عشان نبيع الكتاب، لا. لأن الكتاب سورس تاني للمادة دي. إن في حاجات يمكن ما نعرفش نقولها في المحاضرة، أسيبها لك تبص فيها في الفيديو. ماشي؟ إيه تاني أسئلة عايزين تسألوا فيها قبل ما نبتدي ندخل في أول موضوع؟ الناس اللي نايمة بس ها؟
طيب على بالنا حد عايز يستفسر عن اي حاجه او يسال في اي حاجه؟ طيب اول فانكشن هناخدها من سبيشال فانكشنز فانكشن اسمها سجاما فانكشن. ليه سموها سبيشال فانكشن؟ اقول لكم دلوقتي باي ديفينيشن الفانكشن دي اسمها جاما فانكشن بنكتبها بالشكل ده. تعرف الجاما اللي هي بالشكل ده كده؟ ايه الجاما اسمه؟ ايه الجاما؟ جاما صح كده؟ جاما اوف اكس بيساوي تكافؤ من 0 الى لا نهايه تي باور اكس ناقص 1 تي باور ماينس تي دي تي. احنا هنا بنتكامل على تي يا جماعه. الكلام ده كله لما نعمل التكامل يطلع فانكشن في مين؟ ركز قبل ما تجاوب وما تندمش. التكامل هنا على التي يبقى التكامل هيطلع فانكشن في مين؟ تاني؟ تاني؟ طيب لو مفيش اكس هنا التكامل ده هيطلع فانكشن في مين؟
يبقى لين 0 بكام؟ بنيجاتيف انفينيتي. نيجاتيف في نيجاتيف انفينيتي يبقى بوزيتيف انفينيتي. طالما التكامل اداني انفينيتي يبقى هذا التكامل بيسموه دايفرجنت. دايفرجنت انتجرال يعني قيمته بيساوي انفينيتي او قيمته مش معروفه. التكامل اللي عندي اللي هو فيه انفينيتي او في عندي فانكشن مش معرفه ده بيسموه امبروبر انتجرال. ده بيسموه تكامل ممكن قيمته تساوي انفينيتي. ببساطه شديد افهم من غير ما ندخل جوه الحالات المختلفه للامبروبر انتجرال. فهذا الامبروبر انتجرال لان قيمته اداني انفينيتي ها قلت عليه دايفرجن. لكن لو كان اداني اي رقم تاني غير الانفينيتي كنت هقول عليه كونفرجن. هذا التكامل ها بضمن ان هو كونفرجن لو كانت الاكس اكبر من صفر. اما لو كانت الاكس اقل من صفر ما اضمنش ان هو كونفرجن. ما يبي ان هو بيساوي انفينيتي. فعشان كده الفانكشن دي علشان تبقى ديفاين من الانتجريشن لازم اشترط ان اكس تكون اكبر من صفر علشان ده يبقى اكون متاكد ان هو كونفرجن. فاهمين دي؟ فاهمين دي والعيدها تاني؟ عيدها تاني. الانتجريشن الديفينيت انتجرال ما يبي ان هو يديني انفينيتي. يعني لما اجي احسب القيمه بتاعته يديني انفينيتي، يعني المساحه المنحنى ده بتساوي انفينيتي. اوكي؟ لو كان بيساوي انفينيتي بسميه دايفرجن انتجرال. لو مش بيساوي انفينيتي بقول عليه كونفرجن. كونفرجن يعني تقاربي. دايفرجن يعني تباعدي. هذا الانتجرال اضمن هذا الانتجرال اضمن ان هو يكون كونفرجنت لو كانت الاكس اكبر من صفر. ما اضمنش زي ما هنيجي نشوف بعد شويه. ما اضمنش ان هو يكون ايه؟ كونفرجنت لو كانت الاكس نيجاتيف. ما اضمنش. يبقى اذا الديفينيشن بتاع الجاما فانكشن هو بالشكل ده وير اكس اكبر من ايه؟ من صفر. لما جيت احسب الجاما واحد لقيت ايه؟ لقيت ان جاما واحد بيساوي واحد. طيب تعالوا نحسب جاما 2. تعالوا نحسب جاما 2 بيساوي كام؟ هيساوي التكامل من صفر لانفينيتي اي باور 2 ناقص 1 اي باور ماينس تي دي تي. يطلع لي التكامل من النوع بتاع الايه؟ الباي بارتس مش كده؟ اللي هو بولينوميال في اكسبوننشال فانكشن. ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي تي التكامل الاي باور ماينس تي وماينس اي باور ماينس تي من صفر لما لا نهايه وعلامه ناقص نفضل التي بواحد ونكامل دي كمان مره تطلع اي باور ماينس تي من صفر لغايه ما لا نهايه. فاكرين الطريقه دي كنا بنستخدمها في مسائل الفوريير وفي مسائل البارشال ديفرنشال ايكويشن اللي كنا بنجيب فيه ان وبي ان الميثود اوف سيبريشن. ها؟ الهيت ايكويشن او الويف ايكويشن مش انتوا درستوا الهيت والويف؟ فهي انا عارف ان دول اخر السنه يعني الشغل في اخر السنه سريع لكن مسائل الويف والهيت واحنا بنجيب اي ان او احنا بنجيب اي ان وبي ان ها واحنا بنجيب الاي ان والبي ان بتوع الفوريير كنا بنستخدم اللي هي القانون السريع. حابب برضه ان انا اقول لك عن تكامل يو في في دي اكس ده بيساوي يو في في ماينس 1. ايه في ماينس 1 تكامل في ماينس يو داش في في ماينس 2. ايه في ماينس 2 تكامل في ماينس 1 بلس يو دبل داش في في ماينس 3 1 ونفضل كده هوت لغايه على قد عدد التفاضلات بتاعت اليو تخلص وتنتهي الكونستانت والكونستانت تفاضل صفر على حسب الديجري بتاعت البولينوميال اللي هي يو. ده لما نيجي نحسبه بص معايا
انفينيتي هيديني انفينيتي في زيرو. انفينيتي في زيرو من النوع ده بيساوي زيرو. ليه؟ لانها بالشكل ده تي على اي باور تي. الفانكشن دي تي على اي باور تي لما نيجي نحسب قيمتها عند الانفينيتي هيديني كام؟ انفينيتي على انفينيتي. وانفينيتي على انفينيتي نستخدم له قاعده لوبيتال. وقاعده لوبيتال بتقول هنفاضل فوق ونفاضل تحت. هيبقى واحد على اي باور ايه؟ اي باور تي والناقص معانا، واي باور انفينيتي بزيرو مش كده؟ اي باور انفينيتي بكام بيقول له؟ بانفينيتي. فده هيديني واحد على انفينيتي بيساوي زيرو. ده ليميت الكلام ده لما تيجي تروح لانفينيتي. يبقى اذا عند الزيرو ده هيديني زيرو، وعند الانفينيتي ده هيديني زيرو في ايه؟ في تي الليمت بتاعه زيرو. يبقى ده هيروح كله زيرو. يفضل ايه؟ يفضل ناقص وعوض. عوض عند البلد نهايه هيدينا زيرو، عند الزيرو هيدينا واحد. يعني برضه طلع جاما 2 بيساوي واحد. وهكذا لو انا عايز اجيب جاما 3 وجاما 4 وجاما 5 وايه؟ وهكذا. طيب بالنسبه للجاما فانكشن في عندي رول بتقول ايه؟ جاما اكس زائد 1 بيساوي اكس في جاما اكس. الرول دي هبروزها. كل ما هو مبروز قانون يحق لك انك تستخدمه، وقانون يحق لي ان انا اسالك اسم تاني. كل ما هو مبروز قانون يحق لك ان انت تستخدمه مباشره لو عايز تحفظه، ويحق لي ان انا اسالك في اسم. ففي الاول هنشوف اهميه الدليل. جاما اكس زائد 1 بيساوي اكس جاما اكس كان ينفع ان انا استفيد بيها ان انا احسب جاما 2 اللي انا لسه مسببها دلوقتي. جاما 2 اللي هي جاما 1 زائد 1 ده بيساوي 1 جاما 1. وجاما 1 بيساوي 1 يبقى ده بيساوي 1 وده اللي انا وصلت له. اقدر اجيب بيها جاما 3. جاما 3 هيساوي كام؟ هنحط الاكس في 2 هيطلع 2 جاما 2 اللي هو 2 في 1 اللي هو بيساوي 2. طب حاجة حلوة خالص. أقدر أستخدمها عشان أجيب جاما 4. جاما 4 حط الإكس في 3 يبقى 3 جاما 3. وجاما 3 أنا هحسبها ب 2 في 1 يبقى ده 3 في 2 في 1 اللي هو بيساوي فاكتوريال 3. طب ده شيء جميل. جاما 5 جاما 5 حط الإكس ب 4 يطلع بيساوي 4 جاما 4. وجاما 4 بيساوي فاكتوريال 3 ده هيساوي 4 في فاكتوريال 3 يعني هيساوي فاكتوريال 4. اقدر اثبت واشوف ان جاما ان زائد 1 بيساوي فاكتوريال ان. ان جاما ان زائد 1 بيساوي فاكتوريال ان حيث ان از بوزيتيف انتجر. طبعا ان بيلونجز لايه؟ اي او زد. خلينا نقول بيلونجز لزد. انتجر يعني بوزيتيف انتجر. بوزيتيف انتجر. يبقى اذا انا قدرت ان انا اثبت ان جاما ان زائد 1 بيساوي فاكتوريال ان. ومن هنا اول مره النهارده نفهم هو ليه فاكتوريال زيرو كان بيساوي 1. زمان كانوا بيقولوا لنا خدوها كده فاكتوريال زيرو بيساوي 1. النهارده بس اقدر ان انا اثبته، لان لو حطيت ان هو ان بيساوي زيرو يطلع فاكتوريال زيرو بيساوي جاما 1، وجاما 1 انا اثبتت انه بيساوي 1. ماشي؟ يبقى انا دلوقتي ادي الاكسبريشن الديفينيشن بتاع جاما اللي انا هحفظه واستخدمه. وقدرت ان انا اوجد بعض القيم لجاما، عرفت ان جاما 1 في 1، جاما 2 هو كمان
اللي جاما اس بيساوي جذر الباي. من ضمن الحاجات اللي انا هقدر ان انا اطلعها ان جاما اس بيساوي جذر الباي ازاي؟ تعالى نشوف. خلي بالك الكونسيبت بتاعنا البروف فيه كتير. انا عارف البروف فيه كتير. بكل بروف لازم تعرف اصله ايه وجه منين. اصله ايه وجه منين؟ يعني جاما اكس زائد واحد بيساوي اكس جاما اكس. هنثبته دلوقتي. هنثبته دلوقتي. وكل الجامات اللي قبل كده حسبنا تكامل. انكلودنج جاما نص هو كمان. انكلودنج جاما نص. جاما نص بيساوي ايه؟ بيساوي تكامل بزيرو الانفينيتي. تي باور نص ناقص واحد. اي باور ماينس تي دي تي. اللي هو هيساوي تكامل من صفر الانفينيتي تي باور ماينس نص. تي باور ماينس نص يعني واحد على تي باور نص. يعني واحد على جذر تي. اي باور ماينس تي دي. قول لي بقى يا اللي عديت على سنه اولى يكمل التكامل ده ازاي؟ قول لي باي بارتس. باي بارتس مش هيخلص. مش هيخلص. لان تي باور نص دي مش بولينوميال. اعمل ايه؟ احاول اتخلص من مين؟ من الروت. عشان اتخلص من الروت اعمل ايه؟ احط الروت ده بيساوي فاريبل تاني. لقيت الروت ده بيساوي اي حاجه اكس مثلا. اقول لقيت تي بيساوي اكس سكوير. روت تي بيساوي اكس يعني تي بيساوي اكس سكوير. يبقى دي تي بيساوي 2 اكس دي اكس. طيب لما تي بيساوي صفر اكس بيساوي صفر. لما تي بيساوي انفينيتي اكس هو كمان بيساوي انفينيتي. روت انفينيتي بانفينيتي. فضلك ما تتوهش. لو تتوه تقول لي. ما تسيبش نفسك تنعس وما تسيبش نفسك تجوع وما تنامش. جدع اللي جاي ده اديله الكوع كده واد عشان يسكت. يا نهار ابيض تجيب لك لحاف؟ ما لحاف ما ينفعش في السن. انت كتبت حاجه النهارده؟ ما كتبتش حاجه. ده انت من دلوقتي اطلع اكتب. انا دلوقتي بعمل ايه؟ عشان الناس تبقى صحه. انا بثبت ان جاما نص الجذر الرابع. ازاي؟ كتبت الاكسبريشن بتاع الله وحطيت الاكس بتاعه في نص. طلع لي تكامل من صفر الى لا نهايه تي باور نص ناقص واحد تي باور ماينس تي دي تي. اللي هو واحد على جذر تي تي باور ماينس تي دي تي. خلصت من الجذر ده بان انا خدته بيساوي اكس. يعني تي بيساوي اكس سكوير. يعني دي تي بيساوي 2 اكس دي اكس. لما تي بصفر جذر صفر بصفر. لما تي بانفينيتي جذر انفينيتي بانفينيتي. يبقى اذا التكامل ده بيساوي كام؟ تكامل واحد على اكس صح؟ اي باور ماينس اكس سكوير صح؟ في الدي تي بيساوي 2 اكس دي اكس. حدود التكامل من صفر الى ما لا نهايه. يروح الاكس مع الاكس ويبقى ده بيساوي 2 تكامل من زيرو الى ما لا نهايه اي باور ماينس اكس سكوير دي اكس. مر عليك ده قبل كده؟ فاكرين التكامل ده؟ تكامل من صفر الى ما لا نهايه اي باور ماينس اكس سكوير دي اكس من غير الاثنين يعني. وقلنا ان هو بيساوي من صفر الى ما لا نهايه كمان اي باور ماينس واي سكوير دي واي. الاول بس حد معترض؟ حد معترض على اللي انا بكتبه ده؟ اصل الاكس والواي دول بيسموهم دامي فاريبل. سواء كان اسمه اكس بعد ما اعمل التكامل عوض الاكس بصفر وما لا نهايه، لو اسمه واي عوض صفر وما لا نهايه، لو اسمه زد، لو اسمه تي، لو اسمه علي عوض عن ايه؟ صفر وما لا نهايه. فهيديني نفس النتيجه. ومن هنا بقدر اثبت. على فكره انا بفكر، انا مش عملت.
يساوي حاصل ضرب الاثنين دول، فلما تيجي تضرب الاثنين دول هيدي لك 1 دبل انتجرال، 1 دبل انتجرال على الاكس من صفر لما لا نهايه وعلى الواي من صفر لما لا نهايه، حاصل ضرب التو فانكشنز دول ايه؟ باور ماينس اكس سكويرد زائد واي سكويرد و دي اكس دي واي. فاكر نوعيه المسائل اللي بالشكل ده كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنحلها بقولة، بنقول اكس سكوير زائد واي سكوير بيساوي ار سكوير، والاليمنت محتاجين البقولة. والاليمنت اوف اريا كارتيزيان كنا بنقول عليه دي اكس دي واي، كارتيزيان وبولر كنا بنقول عليه ار دي ار دي سيتا. يطلع ان اي سكوير بيساوي تكامل من صفر لما لا نهايه بالنسبه للار من صفر للواي على 2 بالنسبه لثيتا اي باور ماينس ار سكوير ار دي ار. ليه صفر وباي وليه صفر وما لا نهايه؟ لان الريشن اللي انا بكمل عليها الاكس من صفر لما لا نهايه والواي من صفر لما لا نهايه، يبقى انا شغال على الفيرست كوارت. الفيرست كوارت ده هو لو انا اشتغلت عليه بولر يبقى الار من صفر لما لا نهايه اما الثيتا من صفر ل 90. يبقى اذا لو اشتغلت بالشكل ده هقدر اوصل واحسب اي سكوير بيساوي كام، بعد كده اخد الروت واضربه في 2 يطلع ان جاما نص بيساوي جذر الواي، يطلع ان اي بيساوي هيطلع اي سكوير بالباي على 4 واي هيطلع بجذر باي على 2 ويطلع ان جاما نص. انا بضحك عليك على فكره، او اسيبك تخلص حته عشان اطمنت ان انت هتعرف قلت لك الحته اللي انت ممكن ما تكونش فاكرها وسايبك تكمل حاجه انا عارف انك الطالب الطبيعي يعرف يكملها مش الصناعي. زاوية نص بيساوي جذر الباي. لو انا خدت المعلومات دي كلها وفكرت جاما اكس اجينست اكس لو انا فكرت اعمل بلوت لجاما اكس اجينست اكس فادي 1 2 3 4 وادي 1 2 3 4 5 6 فإن جاما 1 بيساوي 1، جاما 2 هي كمان بيساوي 1، جاما 3 بيساوي فاكتوريال 2 صح؟ صح؟ فاكتوريال 2 ب 2، جاما 4 بفاكتوريال 3 فاكتوريال 3 ب 6 جاما نص بيساوي جذر الباي. جذر الباي ده يعني ايه؟ جذر 3 و14 من 100 مش كده؟ يعني اكبر من 1 واقل من 2 كده؟ أنا أقل من جذر 4، يبقى ما بين الواحد والإيه؟ والاثنين، هيبقى بالشكل. لما نيجي نعمل سكتش للكيرف ده، نجد إن الكيرف ده
يعمل مينيموم هنا ويطلع عشان يعدي ان جاما جاما 3 بيساوي 2 ويطلع كده وهتبقى increasing function لان جاما 5 بيساوي فاكتوريال 4 اللي هو بيساوي 24 وجاما 6 بيساوي فاكتوريال 5 اللي هو بيساوي 120 وهكذا. فالفانكشن تسلندريه قاعده عماله تزيد بالشكل. وكمالة الفانكشن بالشكل ده على فكرة ده مش بارابولا. ده مش بارابولا. يعني ده طالع كده، يعني مش عامل كده. لا هو عامل كده. المسافة هنا اللي بيروح فيها لغاية ما لا نهاية هي واحد على الإكس. وبيروح تاني لغاية ما لا نهاية في كل الانترفل ده مش سيمتريك ماشي؟ يبقى ده السكتش بتاع الكيرف ما بين الواحد والاثنين عامل مينيموم بالشكل ده وبعد كده هنا زايد لغايه ما يوصل للانفينيتي. فاضل حاجتين ازاي نثبت ان جاما زيرو يساوي انفينيتي انا هقول لك عليها دلوقتي. حاجه ثانيه حاجة تانية ازاي نسبة الجاما اكس زائد واحد بيساوي اكس جاما اكس؟ احنا قلنا كتبناها وبروزناها وقلنا نسبتها بس ايه الناس اللي لسه في حاجة لسه ما عملناهاش. عشان اجيب جاما اكس زائد واحد اعوض الديفينيشن بتاعت جاما اشيل الاكس واحط مكانها اكس زائد 1 يطلع تكامل من 0 الى لا نهايه تي باور اكس زائد 1 ناقص 1 تي باور اكس تي باور ماينس تي. وهستخدم انتجريشن باي بارتس. خلي بالك محدش قال لي هنا ان الاكس بي انتجر. محدش قال لي ان الاكس انتجر. الـ x may be integer و may be fraction. يبقى بالتالي ما تتخيلش إن الـ function دي هتخلص، ممكن ما تخلصش. لو الـ power fraction مش هتخلص. يبقى بالتالي ديت مش polynomial. لكن وأنا بشتغل هاخدها هي الـ u. وأنا بشتغل هقول هاخد الـ u هي t power x. والـ t v بيساوي e power minus t dt. اشتغل بالايه؟ بالباي بارتس العادي. دي يو بيساوي اكس تي باور اكس ناقص 1 دي تي. و في بيساوي نيجاتيف اي باور ماينس دي. يو في في ماينس تكامل في في. يطلع جاما اكس زائد 1 بيساوي ايه؟ بص معايا. ماينس تي باور اكس اي باور ماينس تي ماينس تكامل. حصل الضرب ده اكس في تي باور اكس ناقص 1 في اي باور ماينس تي دي تي. الاكس يا جماعه ثابت نقدر نطلعه بره التكامل عشان التكامل على التي. يفضل ماينس تخلي دي زائد جوه يفضل تي باور اكس ناقص 1 اي باور ماينس تي. ده من صفر الانفينيتي وده هنعوض فيه بالصفر والانفينيتي. بص معايا عند الصفر ده هيساوي صفر عشان صفر باور اكس في اي باور صفر 1 وعند المالا نهايه ده هيساوي صفر برضه. ليه؟ لان ده ليميت عند المالا نهايه. ليميت لما تيجي تروح لمالا نهايه بتاعت تي باور اكس على اي باور فين؟ عملناها دي بس كانت اكس عملناها واحنا بنحسب جاما 2 تي باور اكس ديت مهما كانت الاكس مهما كانت الاكس ده هيديني ما لا نهايه على ما لا نهايه. هنشتغل بقاعده اوربيتال من فاضل فوق ومن فاضل تحت. هنيجي الفاضل اللي فوق هيقل الباور بتاع التي هيفضل يقل 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 لغايه ما حاجه من اثنين. لو هو انتجر يوصل لكونستنت. لو هو مش انتجر لو هو فراكشن
باور حاجة في الحالتين هيساوي صفر، في الحالتين هيساوي صفر، في الحالتين هيديني كونستانت على انفينيتي، يا اما انفينيتي اللي هي اي باور تي، يا اما انفينيتي في انفينيتي. تمام؟ تمام يا جماعة؟ يبقى ده في جميع الأحوال هيساوي صفر. يبقى ايه؟ يبقى الترم ده، طب الترم ده هو اكس جاما اف. ده الاكسبريشن بتاع ده الديفينيشن بتاع الجاما. جاما اكس ده بيساوي اكس جاما ايه؟ جاما اكس. احنا كده وصلنا واثبتنا ان جاما اكس زائد 1 بيساوي اكس جاما اكس. انت انا عارف ان انتوا مش فاهمين كده؟ نعم. هوضحها. نعم. أهم حاجة في المحاضرات دي التركيز. على فكرة ده أسهل درس عندنا في المنهج. أنا مش بتقلها عليك، لكن أنا بقول لك إحنا هنشتغل في نشتغل السلم. ده أسهل درس وأصعب درس لو ركزت فيها يا مساحة. اتفضل اسأل. افرض اكس بما لا نهايه. احنا متفقين ان الاكس بنتعامل معاها هنا على اساس انها كونستنت. هنطلع الليمت بدلالتها. فانكشن في اكس، وبعد كده نقول افرض اكس بيساوي ما لا نهايه. فتعالى كده هو اشتغل لو اكس بتساوي اي كونستنت. ماشي؟ طيب بصوا يا جماعه، لو كانت اكس بخمسه، لو انا عايز احسب الليمت ده، ركز معايا في الحته دي. لو عايز اجيب ليمت لما تيجي تروح لبلدهات بتاعت اي باور خمسه على اي باور تي، ده هيساوي ما لا نهاية على ما لا نهاية. هنطبق قاعدة اوبيتال اللي مثل لما تيجي تروح لايه؟ لما لا نهاية. فاكرين دي؟ كنا بنعملها في اعدادي. كده؟ اوبيتال خدناها في اعدادي الترم الثاني. ده هيساوي 5 تي باور 4 على تي باور تي. ده بيساوي انفينيتي على انفينيتي. لغاية ايه؟ لغاية ما بعد عدد من التفاضلات، أربع تفاضلات، ده هيدينا ليميت لما تيجي تروح لإنفينيتي، هيبقى 5 في 4 في 3 في 2 في 1 اللي هو فاكتوريال 5 على إي باور تي. الفانكشن إي باور تي ديت بتتفاضل أي عدد من التفاضلات وما بتتغيرش، التفاضل بتاعها بنفسها، لكن البولينوميال بتقل في كل مرة التفاضل. فبعد 5 مرات من التفاضل ده اداني كونستانت على اي باور تي، يعني انفينيتي هيديني، هنكيب انفينيتي هيديني فاكتوريال 5 على انفينيتي بيساوي 0. وهكذا لو كانت تي باور 7 ولا 8 ولا 9 ولا 100 ولا 1000. صح؟ تغيير دي. يبقى هنا الاخ اللي كان بيصورها اندبندنتلي على الاكس لو كانت انتجر مصيرها تخلص. طيب لو كانت مش انتجر، لو كان فيها فراكشن ليميت، تي باور 5 على 2 ده هيساوي انفينيتي على انفينيتي. بعد اول مره التفاضل هتبقى 5 على 2 تي باور 3 على 2 وتحت اي باور تي انفينيتي على انفينيتي. هنفاضل في المرة اللي بعدها هتدينا 5 على 2 في 3 على 2 تي باور نص على اي باور تي لما تيجي تروح لانفينيتي، برضه انفينيتي على انفينيتي. المرة اللي بعدها بقى هتنزل دي تحت ليميت لما تيجي تروح لانفينيتي، هيبقى 5 على 2 في 3 على 2 في نص تي باور ناقص نص. فهتدينا هنا اهوت كاسل تي تحت في
اي باور تي عملت ايه؟ ادتني ما لا نهايه تانيه، فتحت مش هيبقى ما لا نهايه بس ناتجه من اي باور تي، هذا ما لا نهايه ما نهايه. خد بالك؟ هكذا لو كانت الاكس اي فراكشن اي فراكشن يصيروا بعد ما اقعد اقلل منه يوصل لحاجه نيجاتيف، اول ما يوصل لحاجه نيجاتيف هينزل تحت، ولما هينزل تحت هيديني انفينيتي في انفينيتي، وانفينيتي في انفينيتي في انفينيتي تحت، فمهما كانت الاكس مهما كانت الاكس ده هيدينا في النهايه ان هو بيساوي زيرو، لان كونستنت على انفينيتي مهما كانت الاكس، ده اللي احنا عايزين نتفق فيه. فسواء كانت الاكس فراكشن او الاكس عند الانفينيتي هنا اهو، اه صحيح هو هيديني انفينيتي بس انفينيتي على انفينيتي اكبر منه. نعم. ايه؟ الفاكتوريال يبقى انتجر، لكن ده مش فاكتوريال. مفيش حاجه اسمها فاكتوريال 5 على 2. انفينيتي في انفينيتي. فاكتوريال في انفينيتي في انفينيتي. ها؟ ما تصعبش الامور عليك انك حطيتها في فورمه مش قادر تفهمها، انك تقول فاكتوريال انفينيتي انفينيتي على انفينيتي انفينيتي على انفينيتي ديفايند بطريقه التفكير دي، لكن بطريقه التفكير ان الباور بيقل فوق مين اللي قال لك بقى ان فاكتوريال انفينيتي اكبر من دي باور انفينيتي؟ هذا لو دي مهما كان الباور فوق، مهما كان الباور فوق حتى لو باور انفينيتي، اللي فوق اقل من اللي تحت، ودي من الحاجات المعروفه ان البولينوميال والاكسبوننشال فانكشن لو جيت ترسم، دي يمكن قلتها لكم انا في اعدادي، لو جيت ترسم الاكسبوننشال فانكشن وترسم اي بولينوميال لاي ديجري عند الانفينيتي، البولينوميال تحت الاكسبوننشال لاي ديجري، البولينوميال تحت الاكسبوننشال، وده السبب ان الريشيو دي تساوي زيرو. ده مش بس تحتها والفرق ما بينهم انفينيتي. نتناقش في دي مع بعض عشان خاطر زمايلك ابتدوا ينزعجوا من المناقشه دي، علشان احافظ على مخهم لغايه دلوقتي كفايه نتناقش مع بعض. اوكي اتفضل. زود دايما على الرقم ده عشان تعرف في جرى كام.
دي جاما 16. جاما 16 بيساوي كام؟ فاكتوريال 15 خلصت. خلصت في سطر واحد. فميزة انك عرفت جنرال فورمولا هتخليك تعرف تحل نوعية كبيرة من التكاملات. كلهم أول ما تبص لهم تقول أه ده جاما بس الإكس بتاعه كام؟ يعني مثلا كامل تي باور 5 على 2 أو خلينا نقول تي باور 3 على 2 اي باور ماينس تي دي تي من صفر لما لا نهاية. أول ما أشوفها أقول دي على صورة الإيه؟ على صورة الجاما على طول. بس الجاما كام؟ الرقم اللي هنا زود عليه واحد. الصورة اللي في دماغي تي باور اكس ناقص واحد اللي هي جاما اكس كده؟ جاما اكس بيساوي تكامل من صفر لما لا نهاية تي باور اكس ناقص واحد في اي باور ماينس تي. دي على نفس الصورة بس بدل الاكس ناقص واحد بقت 3 على 2 يبقى دي جاما كام؟ جاما 3 على 2 زائد 1 يبقى 5 على 2. ايه ده انا هسيبكم بقى خلاص هنخلص يا جماعه المحاضره عشان ابتديت اغلط لا ايه عشان ما تمسكوش عليا غلطات خلاص المحاضره حالا 5 على 2 ده بيساوي 3 على 2 جاما 3 على 2 وكمان مره جاما 3 على 2 دي نص زائد 1 يبقى ده هيساوي سيبها فوق هيساوي 3 على 2 في نص جاما نص جاما نص بيساوي جذر باي 3 على 2 في نص جذر باي Thank you.